كان الواحد يشيل هم انه يشيل كاش معه، كان الواحد يشيل هم انه اذا سافر ينسرق، كم يحط في الفندق، كم يشيل في جيبه، دور على مكاتب الصرافه. دائما يصير فيه لبس بين الرقمنه والتحول الرقمي. الرقمنه تحويل جميع الاوراق او العمليات اللي تصير من خلال الورق، سواء خطابات او برقيات، تحويلها الى اجهزه الحاسب الالي من خلال انظمه الكترونيه. التحول الرقمي لا، مفهومه اوسع واشمل بكثير، بحيث انه استخدام التقنيات الرقمية لتعديل وإنشاء الإجراءات، تغيير ثقافة المنظمة، وجود خدمات رقمية في مطارات السعودية، منصات دفع إلكترونية مثل STCPay خدمت السياحة بشكل كبير وأضافت حس أمني للسياح. يعني سابقا كان اللي يبغى يتبرع يروح للجمعيات ويروح للجهات الخيرية، الآن بكل بساطة واختصار ممكن يدخل عبر رابط من الجهات المعتمدة والموثوقة ويتبرع وهو في مكانه. ساهم التحول الرقمي في التعليم عن بعد بشكل كامل السنة اللي فاتت، بحيث أنه جميع الطلاب درسوا عن بعد، وهذا الحمد لله يدل على النضج الرقمي اللي موجود في المملكة وفي وزارة التعليم. سابقاً كان صاحب العمل إذا كان وده يطلع تراخيص لازم يذهب إلى الجهات الحكومية وجهات حكومية مختلفة في أماكن مختلفة. الآن الحمد لله بوجود يعني منصات رقمية بإمكانه وهو في مكانه يصدر التراخيص أو السجل التجاري مثلاً خلال وقت وجيز 5 دقائق أو 10 دقائق. بحمد الله المملكة العربية السعودية استضافت اجتماع قمة الـ20 G20 السنة اللي فاتت، وهذا كان إنجاز جداً عظيم بسبب توقيت الاجتماع اللي كان خلال جائحة كورونا، وبدعم من شركة STC كان الاجتماع جداً ناجح. التحول الرقمي ساهم بخلق جيل من المبتكرين، يعني الجميع لاحظ أنه الآن الواحد يقدر يوصل للمعلومة بشكل أسهل وأسرع، صار فيه تفكير خارج الصندوق، صار فيه منصات إلكترونية تدعم يعني الابتكار والتعليم. التحول الرقمي هو المستقبل.